بشوية توابل، توابل وخضار ولحمة بس، هي دي المقادير بتاعت الورقة بتاعتنا. أول حاجة هعملها هركن الأول الخضار ده كده على جنب، بسم الله سهلة، بس أهم حاجة إن هي أكلة زي العسل، أكلة كده من العيار التقيل. أول حاجة هعملها هجيب الريش بالشكل ده وهتبلها بملح وفلفل بس. الورقة بتاعتنا النهاردة كلها مش هيتحط فيها أي بهارات غير ملح وفلفل. بعد كده بقى ورق اللورة، حبهان، والمستكة، لأن أنا بعتمد على طعم العصارة اللي هتنزل من الريش أو اللحمة زائد العصارة اللي هتنزل من الخضار، بس مش عايزة أغير طعمهم بأي بهارات إضافية. فكل اللي هنعمله ادي شوية ملح بالشكل ده، بسم الله هكذا أهو، وشوية فلفل أسود كده. وكل ما هنكتر الفلفل الأسود كل ما هتديني ريحة حلوة قوي 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 في التحمير، بس يا جماعة مش أكتر من كده. وبعدين هروح دعكاها كده في بعضها كلها الأول، وبعدين نزلت كده إيه بحتة زبدة بالشكل ده، وبعدين هنزل بحبهان هنا وهنا، وبعدين فصين مستيكة كده حلوين هنا، وفصين مستكة هنا كده حلوين طعمين عشان اللحمة تبقى ريحتها حلوة. بس يا ستي كده، وهفضل بقى كده أهزهم لغاية ما الزبدة والزيت يسيحوا وأشم ريحة الحبهان والمستكة، كده أعرف إن الدنيا أمان. شايفين إزاي أهو زي العسل، واحدة واحدة كده مع بعض الدنيا ماشية معانا زي الفل إن شاء الله. هعمل إيه بقى؟ هاخد اللحمة، أي كده ريحة المستكة ابتدت تطلع وتبان، إذا روبان عليك الأمان. هروح واخدة بقى اللحمة مديها صدمة، الريش كده بسم الله، والمادة الدهنية اللي هتشوحي فيها اللحمة سواء كانت زي ما أنا عاملة كده زبدة وزيت أو سمنة أو زيت بس، هي دي اللي بتبقى بالطعام للخضار وبالطعام للورقة كلها زي ما هنشوف مع بعض. كل ده بس علشان مع سخونية الفرن ما تنشفش معايا. الصدمة دي مهمة جدا. مطرح بقى التشويح بتاع الريش هنزل بالخضار اشوحه. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا معايا هنا، الجريل ده خلاص شوحنا فيه اول جزء وشلناه، هنزل بالبصل كده، وهنزل بالجزر عليه مطرح الريش كده، وهنقلب بقى تقليبة محترمة بسم الله اهو. شايفين ازاي؟ خلي برضو الخضار ياخد ويطعم من المادة الدهنية اللي مطرح اللحمة بالشكل ده، هنا وهنا اهو. شايفين البصل والجزر ابتدوا يتبلوا شوية معايا ازاي؟ وهو المطلوب. وبعد كده ايوه بقى ننزل البطاطس كمان بسم الله، تاخد صدمتها بالشكل ده. كل كمية الخضار اللي عندك كله ينزل يتشوح ما عدا الطماطم، عشان انا الطماطم لو عملت الحركة دي الطماطم هتجيب ميتها مع ايه؟ مع الروزميري والزعتر، مش اكتر من كده. بصوا هنا شوية ملح حلوين كده يطعموا لي الورقة الجميلة، وهنا نفس الكلام برضو شوية ملح كده، والفلفل الاسود، وخلاص على كده شوية فلفل اسود كده، شوية فلفل اسود كده. سهلة والله يا جماعة جدا جدا، خطوات الشغل من اسهل ما يمكن. حاجة جاهزة معايا، هقفل بقى الورقة بتاعتي. اللحمة خدت صدمتها ومطرح اللحمة شوحت الخضار كمان معايا، الدنيا امان. واروح عاملة الورق، ورق الفويل الاول بالشكل ده، ايوه زي ما منا قالت لكم. اقول ليه يا منا بتقولي كده؟ لازم يكون زي ما منا بتقول كده، يخرج من ناحيتين، لان هو ده اللي هيلف لي دلوقتي ورقه الريش كده وكده بالشكل ده على علامه زائد كده يا جماعه، ماشي. وبعدين ابيتها كده في حروف الصاجه بالشكل ده، يبقى الاول الفويل كده على شكل علامه زائد، وبعدين هحط
ورق زبدة، عشان زي ما انتم عارفين احنا ما بنحبش الفويل يبقى ملامس للأكل مباشرة. وبعدين هاخد الخضار بالمادة الدهنية اللي فيه اللي هي مطرح اللحمة، وانزل كده الوان. لا انتوا لسه شفتوا حاجة بورو ده، بصوا كمان شوية ورق كزبرة كده بيدي ريحة وطعم بقى حكاية. وايه كمان معانا؟ نحط الباقي بقى، فصين توم متقطعين شرايح كده مش مفرومين عشان تدي ريحة حلوة جدا، فصين حبهان، فصين تلاتة كده، وادي كمان يا منة ورق لورا عشان خاطرك. وبعد كده قرن فلفل سليم كده زي ما هو، وبعدين الطماطم. عرفتوا ليه بقى بقول لكم ان هي سريعه وسهله؟ لان بصوا كل الخضار بيتحط كده على بعضه وهي بقى بتقوم بالواجب في الفرن، والميه اللي نزلت من الطماطم دي كمان معانا كده. وبعد كده عندي، لو عندك بقى روزماري وزعتر فريش كده بيدي ريحه حلوه جدا كده بالشكل ده اهو، شايفين ازاي؟ وبعد كده عايزه تتقلب كويس قوي. يلا بينا، المعلقه، بصوا في كل حته كده عشان لما تعملي جنبها رز ابيض الصوص اللي نازل منها يبقى صوص كده احمر حلو زي ما تكون ايه مطبوخه بالشكل ده اهو، في كل حته وزعي كده. حلو الكلام، حلو الكلام ان شاء الله. بعد كده هجيب الريش بسم الله وهوزعها بقى كده في كل حته على الوش كده. زي ما قلنا الريش لسه نيه، الريش مجرد واخده صدمه بس، تستوي في الفرن بقى وتطلع لك ورقه ملهاش حل ان شاء الله اهي كده بالشكل ده. شوفي كده في كل حته كده اهو. حلو الكلام يا سمر اهو كده. وزي ما اتفقنا العصاره اهي عشان دي غنيه جدا جدا، دي خلاصه اللحمه العصاره اللي نازله دي. وبعد كده قبل ما اقفلها هعمل ايه؟ معلقتين صلصه كده على وش اللحم بالشكل ده. يلا انا خلصت والله. يلا نقفل بقى عشان ايه سمر عايزانا نطلع فاصل، وانا مش عايزه اطلع غير لما اقفلها. ادي ورق الزبده هو اللي ملاصق للاكل اهو، هو اللي ملامس للاكل ماشي. ليه قلت لكم نقطعه على شكل زائد؟ عشان الحركه دي، عشان اجيبها من جميع النواحي كده وتتقفل كده على الاكل بالشكل ده ماشي. وزي ما عملت كده في ورق الزبده هعمل ورق الفويل، وشدي كده كويس قوي وقفلي ورق الفويل هو كان زي العسل. بعد ما قفلتها كده هقفل بقى من بره على الصينيه او الصاجه نفسها بالشكل ده اهو، شايفين ازاي كده. وخلاص طبعا كده انا عامله لكم واحده من الصبح، هندخل دي الفرن على زي ما قلت لكم في الفرن من تحت، وبعد كده لمده ساعه، وبعد كده نطلعها نص ساعه على الشبكه. اطلعوا اهو يا فندم، اهو يا فندم اهو، ادي كده ادي ورقه الريش معانا النهارده بالريحه اللي طالعه منها دي. فتحي كده بتتقدم بقى كده يا جماعه زي ما هي كده، زي ما انت زي ما انت اهي، شايفين طريه خالص ازاي؟ السوائل دي نزلت من الخضار زائد الصلصه اللي انا حطيتها لها. البطاطس، بص البطاطس اهي شايفين مستويه خالص خالص خالص. طيب والريش، ما تيجوا كده نشوف حته ريش.